الاتحاد في 2009. هيا الأرقام الكورية الآن، كرة ملعوبة خطيرة تاي هي الكابتن، والمدافع يتقدم لكرة، هدف أول للفريق الكوري. أولسان يسجل أول أهداف اللقاء، هدف لأولسان، هدف في الدقيقة 12، هدف مبكر بالنسبة لنادي أولسان. لكن ما عليه، لسه متفائلين ولسه موجودين في المباراة ولسه بدري. ما عليه يا أهلي، ما عليه يا راقي، ما عليه ما عليه ما عليه، ما نستسلم من البداية. شوف الإعادة، الكرة اللي ارتقى لها المدافع تاي هو وأرسلها براسه بلا مضايقة. أين أنت يا باليمو؟ أين أنت يا عقيل بالغيث وبالومينو؟ هذه كرتكم. الكرة تحولت في شباك عبد الله المعيوف، هدف أول للفريق الكوري. للخلف كوشان هيون، فيلز يتقدم، يرسل كرة عالية، التغطية من المر، كرة خطيرة 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 خطيرة، هدف ثاني للكوري. رافينا، رافينا يسجل للأزرق، يسجل إذن لنمور كوريا الهدف الثاني. النمر الكوري إذن أولسان هيونداي يسجل هدف ثاني في هذه الآونة. كانت اللقطة من البداية واضحة خطيرة، كانت من البداية واضحة بأنها سترسل إلى القائم البعيد ثم تهيأ. هذا ما حدث. جماهير كوريا سعيدة الآن، سعيدة بالتقدم بهدفين. صعبت الأمور، تأزمت الأمور، والجماهير الكورية سعيدة أيما سعادة. لاحظ الكرة الماضية، لاحظ اللقطة كيف تهيأت. فعلا تهيأت بطريقة رائعة من لي كين هوا، من في البداية كانت من فيلز إلى لي في هوا، على طول إلى رافينا. ثلاث لمسات فقط كانت كافية لأن تكون في شباك النادي الأهلي. هدف ثاني، الكرة على طول تتحول وتتهيأ، والكرة تبدو خطيرة للكوري. ثلاث، الهدف الثالث لكيم سيونغ يونغ، كيم سيونغ يونغ يسجل الهدف الثالث لأولسان هيونداي. الآن انتهت المباراة، وأعلن رسميا أولسان هيونداي بطل دوري أبطال آسيا أمام نظرات حزينة، نظرات وخيبة أمل لجماهير الأهلي. يا لها من صورة لم نكن نتمناها، يا له من مشهد لم نكن ننتظره، لكنها هي الصورة الحقيقية وهذا هو الواقع. نادي أولسان هو الفريق الذي يستحق هذه البطولة، ووصل إلى المباراة النهائية ويتقدم بالثلاثة. النمر الكوري